نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. مساء الخير. رحل مغني الحب والعشق الفرنسي شارل أزنابور تاركا كل من رافق أغنياته وتذوق كلماتها في حزن عميق، إلا أن نسمات ما غنى ستبقى تلفح أهل الحب والعشق. في السياسة، لا جديد في عملية تشكيل الحكومة، غير أن كل المحافل المحلية تؤكد ضرورة إتمام هذه العملية في أسرع وقت، سواء لمواجهة التهديدات الإسرائيلية أم لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. وفي التهديدات الإسرائيلية، دعوة من الرئيس نبيه بري إلى عدم التعاطي معها على أساس أنها مزحة. وفيما تواصلت المزاعم الإسرائيلية، استدعى وزير الخارجية جبران باسيل السفراء المعتمدين في لبنان مؤكدا لهم أن إسرائيل لا تحترم المواثيق الدولية، وجال معهم في المواقع التي تحدث عنها بنيامين نتنياهو قرب المطار ليكونوا شهودا على كذب رئيس وزراء العدو. وسط التحذيرات والادعاءات الإسرائيلية، أوضحت أوساط حزب الله أن قيادة الحزب تتابع ما يجري بدقة وأنها ستتخذ المواقف حسب التطورات. وقالت مصادر أمنية أن الطيران الاستطلاعي المعادي يقوم بطلعات فوق الأراضي اللبنانية، خصوصا فوق المنطقة الساحلية بين منطقة الأزاعي ومدينة صيدا. وأكد مرجع أمني لبناني أن القوى النظامية تتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية على أساس مواجهة ما قد يطرأ. البداية من لقاء وزير الخارجية جبران باسيل مع السفراء المعتمدين وجولتهم في المواقع التي زعم نتنياهو أنها تحوي صواريخ لحزب الله. السفير الروسي وصف الجولة بالمقنعة، مؤكدا أن ما تدعيه إسرائيل غير صحيح. ميرنا الشدياء. لبنان دحض بالوقائع وفي الميدان. ادعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الأمم المتحدة حول أماكن مزعومة فيها صواريخ لحزب الله، فأمام السلك الدبلوماسي المعتمد في لبنان وأمام عدسات كاميرات محلية وعالمية، أكد لبنان عبر جولة دعت إليها وزارة الخارجية السفراء إلى الأماكن الثلاث، أكد أن كل هذه المواقع هي مفتوحة للجميع. الجولة بدأت من وزارة الخارجية، حيث دعا وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل السفراء إلى أن يكونوا شهودا على كذب ادعاءات نتنياهو وأننا نحمي لبنان بهذه الخطوة. نحن مش شغلتنا نروح نكشف ونقول إيه أو لا، مش عاملين كشافة للعدو الإسرائيلي نحن، بس نحن تحديدا هيدا المحل لأنه عارفين أول شيء شو النوايا الإسرائيلية بالاعتداء، تاني شيء لأنه انحكى من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ونحن ثائبت كنا موجودين، وأنا سمعت هالحكي كنت صرت بالمطار، وتلاتة لأنه مطار بيروت مع ما يرمز مطار بيروت بالتاريخ من اعتداء وبالحاضر من استقرار بالبلد وبالمستقبل من شيء موعود للبنان يكون عم بهذا مطار للسلام. أما أنا بقول لكل إسرائيل أنه ولا يوم خوفتنا ولا يوم رح تخوف اللبنانيين، وخصوصا لما بتهدد نعرف قد ايه ضعفه. من ملعب الجولف الذي هو بإمرة الجيش اللبناني، كما قال الوزير باسيل، إلى ملعب العهد، المشهد نفسه والانطباع لدى السفراء واضح، كلام الإسرائيلي ادعاءات كاذبة. والوزير باسيل يؤكد أن هناك طرفا يريد افتعال حرب مع لبنان الذي هو بلد التعايش والحوار. هيدا الملعب الفوتبول، دليتونا على الفوتي. الفوتي عنا نحن مثل موتيل صغير وجيم، جيم نحن فاصلين عنا جيم، جيم للرجال وجيم للنساء أو جيم للناشئين يعني، وكل الـ كل الـ كل المنشاه نحن بنقدر نفتح عليها، ما عندنا شيء. اكيد تحت المدرجات مثل حي الله ستاديوم بده يكون في غرف تغيير ملابس وجيم كمان صغير، ففيكم تنزلوا كمان وتتفرجوا عليه وتشوفوه. نحن كل الابواب قصدنا انه نفتحها، قصدنا تكون مفتوحه، ما عندنا ولا باب مغلق اليوم، كل منشاتنا كل الابواب تبعنا مفتوحه. الرسالة واضحة أنه إذا صار في شيء مبني فقط على التصريحات ونحن لا نرى هنا، فلذلك أنه هاي الموقف في لبنان مقنع بالنسبة لما يحدث. وهل هذا دبلوماسيا يكفي لدحض ادعاءات نتنياهو؟ هناك القضية أوسع بكثير من فقط التصريح واحد. نحن نستمر في هذه الحالة خلال السنوات الأخيرة، وما حصل
شيء من تصعيد الخطير، ونحن سنواصل الجهود عشان لا يحدث. وتبقى الإشارة إلى أن بعض السفراء الذين حضروا إلى الخارجية لم يقوموا بالجولة على المواقع، وأبرز المتغيبين السفيرة الأمريكية التي قيل إنها بإجازة. في المقابل، إسرائيل واصلت ادعاءاتها عبر تغريدات للمتحدث باسم جيش العدو أفيغاي أدرعي. حرب الادعاءات الإلكترونية استمرت عبر توجيه الرسائل على تويتر قبل المؤتمر الصحفي والجولة التي قام بها وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل برفقة عدد من السفراء وبعدها، حيث رد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغاي أدرعي على باسيل بالقول: عندما تجمع وزارة الخارجية اللبنانية سفراء دول مختلفة لتجيب عن أكاذيب إسرائيل، تعالوا نشوف ماذا كان من المفترض أن يحدث منذ اكتشاف مواقع حزب الله قرب مطار بيروت، بل كهالمرة تقول الحقيقة باسيل. هذه التغريدة أرفقها أدرعي بفيديو ليثبت نظرية أنه بثلاثة أيام يمكن تغيير المشهد الذي ادعته إسرائيل تحت عنوان من يخبئ شيئا يأخذ لنفسه ثلاثة أيام لإخفاء ذلك. Here's a picture that's worth a thousand missiles. وكان أدرعي قبل الجولة التي استفزت سلطات الاحتلال توجه لباسيل أيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: ماذا ستقول للسفراء؟ المفترض أولا أن توقف إرهاب حزب الله وتسحب سلاحه من قرب مطار بيروت، متسائلا: هل تفحصت جيدا إذا الحزب الإلهي لا يزال يستخدم المواقع التي قمنا بكشفها أو على عينك يا تاجر؟ أهلا بكم من جديد. وقع الصحافة المكتوبة محور اجتماع طارئ دعا إليه الريشي والاتفاق على تحويل مشاريع القوانين التي قدمها إلى مجلس الوزراء حول الصحافة إلى اقتراحات قوانين ترفع إلى مجلس النواب لتكون جزءا من تشريع الضرورة. عقب الأزمة التي حلت بالصحافة المكتوبة والتراكمات الحاصلة في ملفات الصحافة والإعلام بشكل عام، أكد وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملح مريشي أنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحويل مشاريع القوانين المتعلقة بالإعلام التي قدمها بالسابق إلى مجلس الوزراء إلى اقتراحات قوانين تقدم لمجلس النواب لتكون جزءا من تشريع الضرورة، لأن هذه الخطوات مهمة للحفاظ على الإعلام في لبنان. الوزير الرياشي وخلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع موسع عقد للبحث في أزمة الصحف اللبنانية شدد على ضرورة حماية الإعلام وقال: لبنان من دون إعلام لا لزوم لبقائه، لأن لبنان والحرية صنوان. شكلنا لجنة متابعة خلال 72 ساعة رح تحول مشاريع القوانين اللي قدمهم وزير الإعلام لمجلس الوزراء سابقا إلى اقتراحات قوانين، وبعد 72 ساعة رح اللجنة تتابع مع رئيس الجمهورية، مع رئيس الحكومة المكلف، مع رئيس المجلس النيابي الاتصالات لإجراء لتحويل هالعمل النظري أو الإداري إلى عمل إجرائي وتوقيعه من قبل 10 نواب لكل هالاقتراحات القوانين، ومطالبة دولة الرئيس نبيه بري لتكون جلسة لتشريع الضرورة تنوضع من قبل مكتب المجلس ويبت فيها بأسرع وقت لإنقاذ الصحافة المكتوبة.
نقيب الصحافة عوني الكعكي شكر من جهته الوزير الرياشي على اهتمامه في القضية، وقال هذه أول مرة تتحرك الدولة، لكن يجب على الشعب اللبناني أن يتحرك أيضا لحماية الصحافة اللبنانية لأنها واجهت لبنان الحضارية. الصحافي بلبنان هي مرآة لبنان، الصحافي بلبنان هي تاريخ لبنان، الصحافي في لبنان هي أهم مظهر من مظاهر التقدم والحضارة تعيد لبنان، ففقدانها لح يكون، فعم نفقد شيء كتير خطير وكتير مهم. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أسف لحال الصحافة الورقية في لبنان، واتصل بفريحة متضامنا مؤكدا أن الحرية الإعلامية جعلت الرأي العام مشاركا في بناء الوطن. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أسف لما آلت إليه حال الصحافة الورقية في لبنان مؤخرا بعدما كانت رائدة كما صورة مشرقة لعقود حفلت بأقلام كتاب وصحفيين جعلت من لبنان وطن الحرية والكلمة ورفعت الصحافة إلى مرتبة السلطة الرابعة، معتبرا أن الحرية الإعلامية شكلت الرأي العام في لبنان وعرفت كيف تجعل منه حكما ومشاركا في بناء الوطن. وأعرب رئيس الجمهورية عن تضامنه مع مختلف المؤسسات الإعلامية التي اضطرت منذ فترة إلى الإقفال، وآخرها دار الصياد التي ودعت قراءها وغابت عن الصدور بمختلف مطبوعاتها بعد مسيرة تخطت 76 عاما من النجاح على رغم الظروف القاهرة التي مر بها لبنان على مدى سنوات وواكبت خلالها أهم الأحداث والتطورات اللبنانية والعربية والدولية. وكان الرئيس عون قد أجرى اتصالا هاتفيا بالسيدة إلهام فريحة المديرة العامة لدار الصياد معربا عن تضامنه مع الدار وأسرتها ومشيدا بالدور الذي اطلعت به على مختلف الصعد من ثقافية واجتماعية وسياسية واقتصادية، منوها بالإرث الذي تركه فيها المؤسس الراحل سعيد فريحة. الرئيس عون أجرى مع النائب جهاد الصمد جولة أفق تناولت التطورات السياسية ومسار تأليف الحكومة الجديدة، وصرح الصمد: قدرنا عاليا المواقف التي اتخذها فخامته في الأمم المتحدة وفي البرلمان الأوروبي، كما أكدنا على أن هذه المواقف تحصن الوحدة الوطنية وتحافظ على الاستقرار وتمنع أي محاولة للاستفراد بلبنان. وزاد الصمد: لمست حرص فخامته على أن تعكس الحكومة العتيدة بأمانة نتائج الانتخابات النيابية والعدالة في التمثيل. رئيس الجمهورية تداول مع رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري وعضو المجلس القاضي ريتا كرم في عمل مجلس شورى الدولة. ملف النزوح السوري بكل تشعباته حضر اليوم بين الوزير جبران باسيل ونظيرته النمساوية. رأى وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته النمساوية كارين كنايسل في وزارة الخارجية أن ما يجمعنا مع وزيرة الخارجية النمساوية ليس فقط إتقانها اللغة العربية بل فهمها للمنطقة بأسرها ولكل مشاكلها، مشيرا إلى أن الحلول المعلبة المستوردة من الخارج لمشاكلنا تفشل لأنها لا تنبثق من شعوبها. وعن موضوع النزوح السوري قال باسيل: شاركنا في الكثير من الأفكار المتشابهة بما يخص عملية النزوح، حيث نرى أن الاختلاف بالثقافة وبطبيعة الشعوب والديانة والعادات والتقاليد هي أمور ممكن أن تمس بالنسيج الاجتماعي لأي مجتمع أو لأي وطن وتمس باقتصاده، ومن هنا هذا الأمر إذا حصل بشكل جماعي وكبير يمكن أن يهدد المجتمعات المضيفة، كما بإمكانه أن يهدد بطبيعة الحال وأن يضعف الدول التي نزح منها سكانها الأصليين. ونحن اللبنانيين خير من عاش هذه التجارب، إن كان من خلال الهجرة إلى الخارج أو من خلال الهجرة الداخلية التي خربت الكثير في وطننا. من ناحيتها كشفت الضيفة النمساوية أنها عملت بجهد لكي يبقى ملف النزوح السوري في أولوية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أخيرا. وصلنا للتو من الجمعية العامة للأمم المتحدة ودفعنا لكي يبقى ملف النزوح السوري في الواجهة، ولقد ركزت على الاستقرار والأمور الإنسانية إضافة إلى الرؤية السياسية، وعلينا أن نأخذ بعين الاعتبار الأوضاع على الأرض.
إلى الشأن الحياتي، أعلن وزير الاقتصاد رائد خوري أن قرار تركيب العدادات للمولدات الخاصة الذي بات ساري المفعول انطلاقا من اليوم سينفذ، موضحا أن وزارته ستتابع مجريات مراقبة تركيب هذه العدادات وستتعامل مع المخالفات بفرض عقوبات على أصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بالقرار من خلال تسطير محاضر ضبط ومصادرة المولدات لصالح البلدية في حال تم إيقاف تزويد المواطنين بالخدمة العامة. واعتبر أن لا حجة لأصحاب المولدات في عدم الالتزام بقرار تركيب العدادات، لا سيما وأننا أعدنا النظر بالتسعيرة بشكل يعطي الحق لأصحاب المولدات من جهة ويوفر على المواطنين من 30 إلى 60% عن التسعيرة السابقة من جهة ثانية، ما سينقل مئات الملايين من الدولارات من جيوب أصحاب المولدات إلى جيوب المواطنين. وفي وقت نظمت وزارة الاقتصاد 60 محضر ضبط بحق أصحاب مولدات لم يلتزموا بتركيب العدادات في مختلف المناطق اللبنانية، أعلن تجمع مالكي المولدات الخاصة العجز عن تطبيق قرار تركيب العدادات، وأعلنوا بإصدار موقف لهم على صعيد كل لبنان في حال استمر تسطير محاضر الضبط. وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة، النائب كنعان يطمئن الوضع النقدي مستقر والتهديد بانهيارات مالية ليس بمكانه. وفي ساحة النجمة حفيد المهاتما غاندي أرون غاندي. الوضع النقدي مستقر، الودائع أصول مصرف لبنان من الذهب والعملات الأجنبية كلها إشاراتها جيدة. هذه الخلاصة المطمئنة خرجت بها لجنة المال والموازنة بعدما اطلعت من وزير المال علي حسن خليل على حقيقة الوضع المالي. اليوم الاستماع لوزير المالية بدل أنه كل هالمؤشرات اللي حكيتكم عنها بما يخص الوضع النقدي، وأنا ما عم بحكي اقتصاد، عم بحكي وضع نقدي، هو مستقر، وبالتالي علينا العمل على جعله أكثر استقراراً. كيف؟ من خلال اللي هلأ عم نسعى نعمله بالمجلس النيابي بالتعاون مع الحكومة والوزراء. أما الكلام عن توظيف 5000 شخص في فترة الانتخابات خارج مجلس الخدمة المدنية فغير دقيق. مش دقيق الكلام. هذا معالي وزير المالية اليوم كان معنا، اللي هو فعلياً حاصل، إذا بتريدوا هو اللي فاعل، اللي فعليا حاصل، إنه بحدود 92 ل 93% هي قرار مجلس وزراء يتعلق بالأجهزة العسكرية، وبالتالي ما في شيء اسمه مجلس خدمة مدنية ولا في شيء اسمه تجاوز. بمعنى يمكن هون في استثناء، لأن في قرار مجلس وزراء وقانون بالموازنة بتعرفوا نحن قلنا وقف التوظيف، لكن هيدا ما له علاقة بالتوظيف بالوزارات مثل ما نحكى، ولا بالفاتورة ولا بالساعة ولا بالنهار، وكلها حجم لا يتخطى لمعلومات وزارة المالية 300 شخص. في ساحة النجم لقاء سلام في لجنة حقوق الإنسان النيابية مع حفيد غاندي أرون غاندي بمناسبة الاحتفال الأول في لبنان باليوم الوطني لثقافة اللاعنف. اجتماعنا في مجلس النواب اليوم للاحتفال باليوم العالمي والوطني للاعنف الذي كرسته الأمم المتحدة في يوم مولد المهاتما غاندي، واعتمده مجلس الوزراء يوماً وطنياً، هو خطوة واعدة على صعيد تعميم ثقافة اللاعنف في مناهجنا وتراثنا الثقافي. أرون غاندي من جهته لفت إلى التحديات الكبيرة التي واجهها جده لجهة لونه وعرقه، وأضاف أن هناك الكثير من العنف يسيطر على نواحي الحياة السياسية والدينية والاجتماعية. في بيت الوساطة التقى الرئيس المكلف سعد الحريري الأمين العام لحزب التشناق أغو باكرادونيا ووزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال، وتم عرض الأوضاع العامة وآخر التطورات. الرئيس الحريري كان التقى وفدا من جمعية جيلنا، وجه له دعوة لحضور العشاء السنوي الذي ستقيمه الجمعية في تشرين الأول. كذلك التقى وفدا من جمعية الإرشاد والإصلاح برئاسة جمال محيو، الذي أشاد بمواقف الرئيس الحريري التي يسعى من خلالها أن تكون مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.
أعلن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام في بيان أنه في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم، قامت المديرية العامة للأمن العام اعتبارا من صباح اليوم وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية ل752 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر معابر المصنع والعبودية والزمراني. وقد انطلق النازحون بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في صيدا، النبطية، شبع المصنع، برج حمود، العبودية، البقيعة وطرابلس وعرسال، بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية السورية. مزيد من عودة النازحين وأخبار أخرى في هذه الصفحة. عرض قائد الجيش الأوضاع العامة مع النائبين ألان عون ورولا الطبشي جارودي وتناول البحث المستجدات المحلية، كما التقى الوزير السابق مروان خير الدين. قائد الجيش تداول في شؤون مختلفة مع المدير العام لهيئة أوجيرو عماد كريدي. جال وفد كبير على مشاريع قيد التنفيذ والتحضير في مدينة طرابلس بتوجيهات من الرئيس المكلف سعد الحريري، استهلت بلقاء محافظ الشمال رمزي نهرة، مؤكدين أن توجيهات الرئيس الحريري صارمة فيما يخص مدينتي طرابلس والميناء. بدوره أمل نهرة أن تسلك مشاريع أخرى طريقة للتنفيذ في القريب العاجل، مؤكدا متابعته ميدانيا الإجراءات مع المعنيين. وكانت كلمات للنائب ديما جمالي واللواء خير ورئيس هيئة الصندوق الوطني للمهجرين العميد نقول هبر أكدت الوقوف إلى جانب المناطق المحرومة. دفعة جديدة من النازحين السوريين تعود طوعيا إلى سوريا عبر المعابر الحدودية بين لبنان وسوريا وانطلاقا من مختلف المناطق اللبنانية، وذلك بإشراف المديرية العامة لقوى الأمن العام. وقد تجمع العديد من العائلات السورية في مراكز حددها الأمن العام ووفق لائحة بالأسماء أعدت لاحقا لتسهيل العودة. وفي صيدا، حيث تفقد رئيس البلدية محمد السعودي تجمع النازحين المغادرين، أكد أن تعبير السعادة على وجوه النازحين فهم عائدون إلى أهلهم وبيوتهم ونحن مطمئنون أنهم في أمان ونحن استقبلناهم برحابة صدر واليوم نودعهم أيضا. بحضور وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيير بوعاصي ووزير السياحة أوديس كيدانيان وسفير الياباني في لبنان، نظمت السفارة اليابانية بالتعاون مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام ندوة عن التوعية من مخاطر الألغام والترويج لأنشطة إزالة الألغام في لبنان. لمناسبة اليوم العالمي لكبار السن، عقدت مؤسسة دار العجزة الإسلامية مؤتمرها السنوي الخامس برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حسباني ممثلا بمستشاره الدكتور بهيج عربيد، الذي أوضح أن الوزير حسباني عمل على توفير الإمكانات لتعزيز قدرات المستشفيات الحكومية. حصدت طفلتان من قضاء مرج عيون فاطمة عطوي وجريتا عاصي لقبين للبنان في مسابقة الحساب الذهني التي أقيمت في جنوب أفريقيا، فقد استطاعتا تحقيق أفضل وأبهر النتائج بفضل ذكائهما ورفعتا اسم لبنان عاليا. رفضا لقانون القومية اليهودية وتضامنا مع أهالي فلسطين في مواجهة سياسة التمييز العنصري الإسرائيلي، نفذت الجبهة الديمقراطية اعتصاما جماهيريا حاشدا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مخيم عين الحلوي، ورفعت الأعلام والرايات واللافتات التي تؤكد التمسك بالحقوق الوطنية. أهلا بكم من جديد. آخر عمالقة الأغنية الفرنسية شارل أزنافور رحل بعد 9 عقود من حياة حافلة بالحب والشهرة والعالمية والعمل مناصرة للإبادة الأرمينية. الموت حبا هي إحدى أشهر أغنيات شارل أزنافور الذي رحل عن 94 عاما، وهو مات حبا بعد رحلة فنية طويلة لقب خلالها بفرانك سيناترا فرنسا. 100 مليون أسطوانة في 80 بلد حول العالم سجلت تاريخ أزنافور الحافل. شهنور فارناج أزنافوريان هو الاسم الحقيقي لأزنافور، الذي ولد في 22 من أيار عام 1924 في باريس لأب وأم
من المهاجرين الأرمن. هو مغن، كاتب أغاني، ممثل، عاش في جنيف وتزوج 3 مرات ولديه 6 أولاد. بدأ الغناء في 9 من عمره وكانت فرصة العمر بلقائه المغنية الفرنسية العالمية إديت بياف التي سمعته يغني فجعلته يرافقها في جولتها الغنائية في فرنسا والولايات المتحدة. كل أغاني أزنافور تحدثت عن الحب تقريباً، وهو كتب أكثر من 1000 أغنية، وكان يغني باللغات الفرنسية والإنجليزية والروسية والإيطالية والإسبانية وطبعاً الأرمينية، وقد منحه الرئيس الأرميني سيرج ساركيسيان المواطنة الفخرية. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marque en ce temps-là accrochait des lilas jusque sous nos fenêtres et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. وعام 2015 زار لبنان في إطار مشاركته في مهرجانات البترون الدولية. La bohème, la bohème, nous ne mangeions qu'un jour sur deux. وإلى الملف السوري، إيران تنتقم لهجوم الأهواز بإطلاق صواريخ باليستية على البوكمال السورية. ردا على هجوم الأهواز، قصف الحرس الثوري الإيراني مقر قيادة الجماعة التي نفذت الهجوم على العرض العسكري الإيراني الشهر الماضي. عدة صواريخ باليستية أرض أطلقتها قوات الحرس من مدينة كرمانشاه على أهداف في مدينة البوكمال شرق سوريا، ما أسفر عن مقتل عدد كبير من أفراد الجماعة. وفيما لم يكشف الحرس الثوري عن الجماعة التي قال إنها نفذت الهجوم، لفت مراقبون إلى أن إيران بدت متخبطة بعد هجوم الأهواز وتوزع الاتهامات شرقا وغربا، ولم تصل إلى رواية موحدة حول الهجوم، فرواية الاستخبارات تتحدث عن 5 مهاجمين، فيما رواية الحرس الثوري تتحدث عن 4 مسلحين نفذوا الهجوم. أخبار من العالم في التقرير الآتي. دعا الممثل الأمريكي روبرت دينيرو الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا إلى بناء جسور وليس جدران بحسب ما ذكرت وسائل إعلام كوبية رسمية بعد اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الكوبي ميغيل دياس كانيل في نيويورك. وشارك روبرت دينيرو في اجتماع بين فنانين كوبيين وأمريكيين بحضور الرئيس الكوبي الذي أتى إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى هنا تنتهي نشرتنا هبة، وأنا نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.